السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صاحب السعادة. خلوني بداية مشاهدينا أهنيكم طبعا بشهر رمضان المبارك، يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير والسعادة والأمن والطمأنينة والبركة والقبول. أسأل مولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. خليني برضو أهني الشعب المصري تاني باحتفالات وانتصارات أكتوبر المجيدة اللي أكدت للعالم كله أن الشعب المصري والمواطن المصري قادر أنه يحقق انتصارات حقيقية في شتى المجالات. النهاردة هنتكلم عن موضوع من الموضوعات المهمة جدا، عن القلب نتحدث. الحقيقة لما جيت أحضر كده يعني نفسي لتقديم هذه الحلقة النوعية مع ضيفي المميز أستاذ الأساتذة أستاذ دكتور عبدالله مصطفى كمال، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية، أولا برحب حضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا. حضرتك وحشتنا جدا ومنورتنا النهارده. لما جيت احضر لحلقه النهارده وبعدين ابتديت يعني استعلم كده وابحث في نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا، نعم كتير قوي ظاهره، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. لقيت ان في نعم كتير قوي، نعم ظاهره من الحواس، السمع والبصر والشم والتذوق والحركه. وجيت عند الأجهزة الداخلية، الجهاز الحركي، الجهاز التنفسي، الجهاز البولي، الجهاز الدوري، الجهاز العصبي، لقيت إن نعم ربنا لا تعد ولا تحصى. لما أقعد كده وأفضي نفسي تماما خلال 24 ساعة وأقول هعد بقى نعم ربنا سبحانه وتعالى عليا، لن أجد وقتا يفي بنعمة واحدة من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا. لما برضو افتكرت حكاية الجنين الصغير في بطن أمه، لما يجي الدكتور يعمل سونار ويشوف في جنين ولا يشوف القلب، العضو الوحيد او العضله الوحيده، القلب، هو اللي بيحدد اذا كان في جنين او ما فيش جنين. دكتور عبد الله، بما انك مايسترو القلب، النهارده حضرتك مشرفني، عايز ادخل سريعا كده في منطقه شائكه متعلقه بمريض القلب، وبرضه هو مريض قلب يبقى مريض سكر ومريض ضغط ومريض عنده قصور في كفاءة الكلى أو الجهاز البولي والكبد أيضا، وبعدين بياخد كمية كبيرة من الدواء، يعني تصل إلى مثلا 10 أقراص أو 15. أنا أعرف ناس بياخدوا حوالي يصل من 10 ل 15 20 قرص في اليوم، وبعدين ده في الأيام العادية بيبقى الموضوع صعب جدا. في رمضان بقى وهو بقى في السحور وهو في الفطار، كيف يتناول هذا المريض المعقد هذا الدواء؟ اولا تحيه للاستاذ مصطفى سعيد على استضافتي ليا، وايضا تحيه للساده المشاهدين. وموضوع الادويه او موضوع ربنا يكون في عون الناس، يعني اللي هم المرضى اللي عنده اكثر من مرض، خصوصا اذا كان مثلا القلب والضغط والسكر والكوليسترول كمان عالي فاحنا بنشوف الناس دي الحقيقه. وفي مشكله كبيره جدا، ان انا اعرف ناس بياخدوا 18 و20 و25 قرص في اليوم. 25 قرص في اليوم؟ في اليوم. ايه ده؟ هيعمل ايه؟ ده انا مش هلاقي، ده قنبله موجوده يعني. 2 من هنا و2 من هنا. فانا طبعا بنلاحظ يعني مثلا ان اذا كان واحد بيشتغل فبيقوم الصبح في الايام العاديه حتى بياخد له 7-8 اقراص الصبح مع بعض، ولما يجي اخر النهار ياخد له 7-8 اقراص، وقبل النوم يكمل الايه. هو مش الدكتور حاج بيبقى كاتب له مثلا؟ لا، هو بيبقى كاتب له الدكتور بعد الفطار وقبل الفطار بيبقى كاتب، بس هو لا، هو ما بيبقاش عنده وقت طبعا، مش معقول ياخد الدواء معاه ويروح الشغل وياخد بقى ده. لا، انا اللي عايز اقوله في الاخر ايه، ان موضوع تقسيم الدواء ده مهم جدا، ودي وظيفه الدكتور وارشاد للمريض. المريض بيبقى عنده خطأ خطير جدا. أولا هو بيعتقد أنه ما دام خد الدواء يبقى هو خلاص عمل اللي عليه، هو كده تمام. لا لا، الأدوية لها وضع، في أدوية لازم تتاخد قبل الأكل، لأن عملية الامتصاص بتاعتها بنسبة 90% بتتم قبل الأكل. لو خدها بعد الأكل هتنزل 90% إلى 40 أو 50% الامتصاص، وبالتالي كفاءتها وشغلها على المرض هيقل جدا. فطبعا دي بتبقى مشكله كبيره جدا. ده واحد. تمام. 2، في ادويه لازم تتاخد مع الاكل. مع الاكل؟ مع الاكل، اثناء الاكل، اثناء الاكل وبعد الاكل، لانها مهمه جدا، امتصاصها بيزيد مع الاكل. في انواع من الادويه لا ملهاش اي علاقه بالاكل، ودي نقطة مهمة جدا، ودي بتاخد في أي وقت. وفي أدوية ما ينفعش تتاخد مع بعضها عشان بتتفاعل مع بعضها. لو اتاخدت في وقت واحد. في وقت واحد بتتفاعل مع بعضها. وفي أدوية بيبقى الإنسان عنده حساسية منها وخد حاجة معينة، وبعدين يعني مثلا في ستات كتير جدا عندهم ألم في العظم وألم في المفاصل وهشاشة في أيوة. اللي هي منتشره اليومين دول حكايه كل واحده، وتبقى سنها مش كبيره، تقول لك انا عندي 55 سنه و50 سنه يعني، وناس كتير شباب برضه فتقول لك انا عظمي بيوجعني. وبعدين الدكتور اللي هو بيشوفها بتاع القلب شايف نسبه الكوليسترول عندها عاليه، فبيديها انواع من الادويه بتاعت كويس خفض الكوليسترول في الدم. وهذه الادويه اللي اسمها ستاتينز يعني بتاثر على العضلات بتاعت الجسم وبتعمل الام مع العلاج بتاع يعني اذا هي هتزود الالام. فانا اللي انا عايز اقوله في الاخر ايه؟ انه ما ينفعش العيان ياخد روجيتة قلب وضغط، وياخد روجيتة سكر، وياخد روجيتة كوليسترول، وياخد روجيتة عظام، وياخد روجيتة في الكبد، ويحطوهم كلهم مع بعض وما يبقاش في تنسيق. دي في منتهى الخطوره طبعا. هنا بنقول ايه بقى؟ ايوه، ودي نقطة مهمة جدا. كان زمان عندنا وفي الدول الأجنبية لغاية النهارده كل الدول في حاجة اسمها فاميلي دكتور، يعني دكتور الأسرة. ده مهم جدا جدا جدا، بيبقى متابع الحاجة. ده أهم واحد اللي احنا بنقول عليه، اللي هو الراجل اللي لما بيبقى كذا حاجة بقول لا تعالي أو تعالى، أنا النهارده لا الأدوية دي ممكن تاخدها ده الساعة كذا، وده بعد كذا، وده بعد كذا. إنما كون إن أنا النهاردة أخد هذه الأدوية بالشكل ده اللي هو شكل عشوائي طبعا ومع بعضه، فطبعا دوت بيأثر تأثير كبير جدا 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 على إنتاج الدواء، وكمان بيأثر على الأجهزة طبعا. يعني أنا النهاردة أبص ألاقي إن واحد وأنا بشيل أدوية نشيل ادويه، الراجل بتاع الفاميلي دكتور ده او اللي هو اللي يعني الطبيب المتابع، طبعا متابع معاه اللي هو عارف الحاله، عارف قصه الحاله قبل ما العيان قبل ما يروح لبتاع العظام. وفي ناس اساتذه كتير قوي في العظام وفي المخ والاعصاب الحقيقه ممتازين، ان هم بيقولوا انا كتبت لك العلاج بس ما تاخدش حاجه الا لما تسال دكتور القلب بتاعك. حلو قوي، حلو قوي، كويس. الا لما تسال الدكتور بتاع البطنه بتاعك، ده دكتور محترم ده طبعا ولازم يكون كده. ساعات العيان ما بيسمعش الكلام، لا انا بقول لازم العيان يخلي باله. دي نقطة مهمة جدا. نعم. اولا في ناس، ودي برضو خطأ كبير جدا، غير ان هم الروجيتات وما بيقولش لحد وبياخدهم كلهم مع بعض. في ناس اول ما تجيب الدواء تفتح الورقة اللي جوه اللي هي البامفلت بتاع الدواء ويقعد يقرا ويقول لا ده دكتور بقى، ده عمل لي امساك، ده عمل لي اسهال، ده عمل صداع، ده عمل دوخه. طب ما هو كل الادويه مكتوب فيها الكلام دوت. دي كلام بيتكتب عشان دي حاجات حاجات معروفه ارشاديه كمان، ارشاديه للعالم ده على مستوى العالم صحيح. ان لازم الادويه تكتب كلام لازم الشركات تكتب هذه المعلومات، لو حصلت حتى 1 في المليون لازم يتكتب. اذا انا النهارده بقعد اقرا، وبعد ما اقرا اقول لا انا مش هاخد ده مع ده، هو اللي بيقول ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. ولذلك انا ما بحبش حد يفتح، لان ما دام انت واثق في الدكتور وده دكتور انت بتاعك وعارفه، عيب قوي تفتح في البامفلت وتقرا فيها، انت بتختبره بقى يعني، وانت راجل فاضي قاعد ما وراكش حاجه، راجل طالع معاش وعنده 65 سنه 70 سنه ويفتح بقى الدواء. وبعدين ده الاكثر صعوبه والاكثر يعني تضايقا ليا او لحد لما اسمع انه هو ان عيان جاي لي بيقول انه قالوا لي خد الدواء ده. هم مين اللي قالوا لك؟ في الصيدليه، خد الدواء في الصيدليه. لا لا برضه عيان من الناس اللي بيقروا دول او بالقياس قال لك انا حالتي زي حالتك، فبيقعد معاه صاحبه بيقعد معاه وبيقول له والله انا خدت الدواء ده واستريحت عليه. تاخده ازاي؟ ازاي ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش ما ينفعش الكلام ده. وبعدين تحصل مشاكل، اضطرابات في ضربات القلب طبعا من ادويه مختلفه مع بعضها طبعا، هبوط حد في الدوره الدمويه، وبعدين وهكذا بقى. هنشوف مشاكل كتير جدا من الاخطاء التي تحدث من ان الناس اللي بتاخد او المرضى اللي بياخدوا عدد كبير من الاقراص. اذا هناك ثقافه وتوعيه لهؤلاء الناس، لابد ان هم يراعوا ويخلي بالهم كويس قوي من الادويه تتاخد ازاي، ويسالوا الدكتور، لازم سؤال الدكتور. ومثال على ذلك، انا باخد اوميجا 3 اللي هو زيت السمك. الاوميجا 3 ايه دوره؟ دور الاوميجا 3 وده معروف والناس كلها بتاخده وفي سوبر ماركت موجود وفي كل حته، ده عشان يخفض نسبه الكوليسترول الدهون يعني في الدم. طيب اخد معاه استاتين للدهون الثلاثيه، فايبريتس للدهون الثلاثيه، واخد معاه حاجه للكوليسترول، لا هو ينفع؟ طب لو كان العدد ده كبير قوي لا اخفض، خصوصا اذا كنت مثلا انا هصوم، لا هسال الدكتور يقول لي لا والله انا احسن هنشيل الاثنين دول الشهر ده، هنشيل الاثنين دول. انت بتاخد ادويه معلش انت عندك ظروفك، العظم بتاعك تعبان او العظم بتاعك تعبان، والفقرات عندك تعبانه، والعضلات بتاعت الفقرات فيها الام جامده وبتاع، لا هنشيل دول لمده شهرين ثلاثه وهنقول لك كده. بعدين انا عايز اقول حاجه مهمه جدا واهم من الادويه. مواعيد الادويه مهمه اللي هيقول عليها الدكتور، ده نمره واحد. تمام. نمره اتنين ونمره تلاته ونمره اربعه، الاكل هو اهم حاجه واهم من اي حاجه. انا لسه هسال حضرتك. لا استطيع النهارده ان اعالج انسان عنده ضغط وعنده حساسيه، ومعظمهم ده نسبه كبيره جدا اللي عندهم ضغط حساسيه من ذره الصوديوم او جزيء الصوديوم. ايوه. يعني الصوديوم اللي هو في الملح. ايوه. طيب ازاي انا النهارده اكل مخللات؟ ما هو انا هديك ادويه عشان تنزل الصوديوم منك، مديرات البول. بس انا هسال سؤال، هو المخللات دي يعني الترش والحاجات دي هل برضو بترفع الضغط زي الاكل فيه ملح زياده؟ ما هو هو نفس الكلام، هو يعني يعني انا اللي عايز اقوله ايه؟ ان الراجل يعني بيعمل عمل مضاد للعلاج يعني، فانا لابد ان اراعي هذا. يا جماعه الناس اللي هم مثلا بنقول لهم لو سمحتوا احنا مش عايزينكم تاكلوا المقلي في الزيت. لو سمحتوا اكلكم يعني كله يكون من غير مقلي في الزيت، عشان انتوا عندكم، انت مولود عندك جين بيقول ان الكوليسترول هيفضل لك عند، لو سمحت مهما اديتك علاج عندك لابد استعداد يعني. لا عندك استعداد، لابد انك انت تراعي هذا عشان انا حتى اقلل نسبه الدواء اللي انت بتاخده. ما هو انا مش معقول كل حاجه اخد لها دواء، زي بتاع السكر. ياكل، وبدل هو كان بياخد مثلا 20 وحده انسولين، فالنهارده يقول لك انا والله اكلت كنافه وفدي زود شويه، ما ايه رايك ناخد 30 بقى زياده يعني عشان البسبوسه والكنافه. هو ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش طبعا. فالحقيقه انا عايز اقول دي لا لابد ان يكون هناك مراعاه في الاكل، ولابد ان انا النهارده معروف الراجل اللي عنده ضعف في خلايا الكلى، ضعف في وظائف البولينه بتاعته عدت 1.8، الكرياتينين عدى 1.8 ودخل في 2 و2.2، والبولينه بدل ما كانت 40 45 نطت ل 65 و70 و80. خلاص الكلى ايه مشكلتها؟ مشكله الكلى ان البروتينات. يبقى انا النهارده لما اجي اقول له لو سمحت اللحوم تقل جدا او تتوقف لفتره معينه، مفيش حاجه، ايوه قرار نهائي. الحاجه الثانيه بقى المهمه واللي مهمه جدا اللي انا عايز اقولها، الادويه اللي احنا بناخدها دي بتخرج عن طريق طريقين، الادويه العلاج يا طريق عن طريق الكلى يا عن طريق الكبد. كويس. الجهاز الهضمي بيخرجهم عن طريق الكبد، والجهاز البولي بيخرج عن طريق الكلى. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني بعد لما الدواء بيعمل العمل بتاعه يتفاعل، بيبقى فيه بواقي منه. فالبواقي دي المفروض انها مسممه، بتخرج لو زادت مثلا لازم تخرج، فاذا لو استنت لا. طب انا النهارده هاخد الادويه دي ازاي وانا عندي الكلى يعني فيها شويه ضعف؟ يبقى لازم اسال الدكتور انا هاخد ايه. في دواء لازم يتاخد نص حبايه بس ومش كل يوم، مش حبايه، نص حبايه ومش كل يوم، لازم يوم بعد يوم. ليه اليوم؟ عشان انا عارف ان وظائف الكلى كذا كذا. تمام. عشان ما يحصلش تراكم ليه، وبالتالي يحصل تسمم. تمام. للدواء، الادويه بتعمل تسمم لو زادت في الجسم. اذا موضوع الدواء وعدد الادويه والنظام لابد ان يبقى الناس تخلي بالها منه كويس قوي جدا، ولابد استشاره الدكتور، ولابد توزيع الدواء على الاوقات بتاعته والظروف بتاعتنا. ولو تعثر ذلك مثلا زي رمضان مثلا، لا انا مش هخليه صوم. طيب دكتور عبد الله، يعني حضرتك النهارده قيمه علميه كبيره مشرفه النهارده، يعني حضرتك بتقول بقى ان كل مريض قلب ومع بقى ضغط وسكر وضعف في قدره وكفاءه الكلى والكبد ايضا واعضاء اخرى، محتاج كده ممرض يمشي معاه او يقعد معاه له خلي بالك العلاج ده هيتاخد قبل الفطار، وده اثناء الاكل، وده اثناء لا يا استاذ مصطفى. لا عايز اقول حاجه بس يعني هل احنا كمجتمع بقى مصر او شرقي عموما يعني اعتدنا على هذه الثقافه ان احنا بقى انا مش فاضي، انا خارج الصبح الشهر وهاخد لي 10 راس مره واحده وخلاص؟ محتاجين نغير هذه الثقافه زي ما بنغير برضو ثقافه الاكل اللي هكلمك فيه كمان شويه. لا طبعا دي مهمه جدا. وانا الحقيقه مرضى كتير عندي كتير جدا، ويمكن هم سامعيني دلوقتي، ال يعني البنت بنتها او ابنها او هي نفسها عامله جدول كده كاتبه، وحتى يعني هنعرف ناس عندهم دقه شديده، ناس بس مش كل الناس. طبعا الساعه 7 هتاخد كذا، الساعه كذا، وفي ادويه ما تتاخدش. يعني مثلا ايه بنقول؟ ايه يا جماعه احنا بنقول نقيس السكر الساعه 7. بالمناسبه بقى الحكايه بتاعت السكر دي او الضغط او حاجه، لما اجي انا واحد بقول له اعمل لي متوسط الضغط في كذا يوم عشان اعرف الدواء اللي انا اديته كويس مؤثر وغير مؤثر. يعني قيس الضغط النهارده وهو هادي؟ لا لا لا، الضغط يتقاس الساعه مثلا الساعه 7 كل يوم كويس بالليل، تمام، 5-6 ايام ورا بعض بالتوالي، ويبقى كده خدنا المتوسط. تمام. ما ينفعش اقيس الضغط الساعه 1 الظهر والساعه 3 بالليل والساعه 5 الصبح، هيلاقيه متغير طبعا. لا كده مش هينفع، دي كده مش هينفع. نفس القصه بالنسبه للسكر، لما اجي اظبط سكر وهو بياخد انسولين او بياخد اقراص او حاجه، بقول له اختار وقت محدد ثابت وليكن الساعه 3 الظهر خلاص كده، ونقيس السكر فيه اللي هو بيسموه عشوائي يعني. خلاص يبقى عرفنا 5-6 ايام هنقدر. ما ينفعش ان انا زي ما بشوف كده ناس بتوع ضغط جايبين لي جهاز الضغط وبيكلمني في التليفون بيقول لي مش معقول المدام عندي الصبح كانت 160/90 وبعد شويه لقيتها 130/80 وبالليل لقيتها. ممكن تكون تعرض لستريس معين او ضغوط او كلام ده مش هينفع. وبعدين انت مش قاعد فاضي طول النهار تقيس في ضغط، مش هينفع. تمام. أنا عايز بس أوجه حاجة كمان للمشاهد اللي بيشوفنا دلوقتي مهمة جدا جدا. طبعا أستاذ دكتور عبد الله مشرفنا النهارده بنتكلم عن القلب، وعايز أقول هو كنا بنتكلم حتى قبل الهوا عن الجزئية دي، موضوع صلاة الفجر يا جماعة، صلاة الفجر أمر مهم جدا جدا، اللي هو بتقوم من النوم والدوره الدمويه تقريبا بطيئه جدا، فحاله اليقظه والحركه اللي بتعملها وصلي الفجر بتعمل اعاده للنشاط في الدوره الدمويه. عايز اسال حضرتك دكتور عبد الله بقى متعلق بالتدخين، وانا اسف يعني عارف حضرتك بتنزعج بالموضوع ده دلوقتي. انا سمعت مقوله بتقول دخن كما تشاء ونتقابل يوم الجلطه. انا اسف اللي بيشوف دلوقتي وبيدخن، العباره قاسيه شويه. تقول ايه للمدخن؟ اللي مش عارف ياخد قرار. هو بص احنا هنجاوب السؤال الاولاني بس بسرعه كده بتاع الفجر ده. هو عاده اكتشف ان الجلطات سواء في المخ او في القلب او بتكثر في وقت الفجر. الله. يعني فعلا وقت الفجر، وده نتيجه ان طول النوم يعني بيبقى في استجنيشن اوف، يعني اللي هي بتبقى الدوره الدمويه مستقره، وبالتالي نسبه اللزوجه يعني اكتر بالليل والدنيا بتبقى هاديه قوي، فحركه الدم او الحركه بتاعت الدم نفسها بتبقى ضعيفه، وبالتالي ممكن يحصل جلطات عشان كده. انما طبعا هتقول ايه بقى للناس اللي بتسهر للساعة 2 والساعة 1؟ مش هيعرفوا ده غير رمضان في الأيام العادية. لا وحتى في الأيام العادية. ولذلك هو ده دي ده ده ده, ده مجتمع. والله 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 أنا بقول الكلام ده مش أي يعني. إحنا في أوروبا لما بنسافر 5-6 ايام بتوع المؤتمر ولا حاجه مفيش، بعد الساعه 7 خلاص كله في البيوت. يعني هم يمارسون هذا الثقافه؟ لا طبعا يعني. عندهم يومين في الاسبوع بيقعدوا يعملوا اللي هم عايزينه، انما انا النهارده بنام بالليل بدري، لازم انام بدري، انما لما اقعد الساعه 1 1 6 ده نظام. ناس مرضى 60 سنه و70 سنه يفضلوا قاعدين سهرانين للساعه 2 والساعه 3 الفجر. بتقول لك عشان الناس قاعده. لا، فدي نقطه مهمه. النقطه الثانيه بقى بتاع التدخين، لا شك لا شك، اعلنها بقى. احنا بنتكلم كتير قوي وفي مشكله، بنتكلم كتير زي ما بقول لك كده. حكايه الاكل دي مهما اتكلمنا بس ما حدش بيسمع ايه اللي في دماغه هيقول لك التدخين طبعا نسبه عاليه جدا جدا، قد تصل الى 70 و80%. اخرته هو ممكن المدخن يجي له جلطه في القلب او في المخ. طبعا طبعا ده 100%. هنعمل حلقه بقى الموضوع نسبه، الموضوع كبير جدا وطويل جدا. طيب، ويعني احنا مش هنقدر نقول اللي يا جماعه قللوا الوضع ده او بطلوا. ارجوكم بطلوا السجاير. في سؤال بقى سريعا كده واحنا في رمضان، العرق سوس، وانا بحب قوي البسبوسه بالقشطه والكنافه بالمانجا، ماشي، وبحب قوي على فكره الحاجات المسبكه بقى والطواجن العكاوي والبط والوز والحاجات دي كلها. كلمه بقى لهؤلاء الذين يعشقون مثل هذا. هو نفس الكلام اللي انا بعيده وبقول يا جماعه انه موضوع الاكل والهابتس بتاعت الاكل، يعني طريقه الاكل ونظام الاكل عندنا احنا نفسنا ان هو يتغير. هيقولوا طب ما الناس القدام بتوع زمان اللي من 70 سنه كانوا بياكلوا كذا. ايوه، ما كانش فيه انواع الحياه التي نعيشها الان. وجود الاسترس ووجود النظام بتاع الحياة والضغط العصبي الرهيب والمشاكل الكثيرة اللي بتقابلنا لا يمكن تقارن بناس من 70 سنة و 80 سنة. طيب، إذن دي عملت تأثير مباشر. طيب، وبالتالي أنا لازم أعوض عليها إن أنا أكتر من الخضار، أكتر من السلطات، أكتر من كذا، وأبعد عن الدهنيات طيب دكتور عبد الله، الحالة مستقرة حضرتك كطبيب يعني، وأنا المريض حضرتك وبتقول لي كده الحالة مستقرة، وأنا على فكرة من فترة قريبة يعني لا تتعدى السنة كنت عامل عملية قلب مفتوح، وكان عندي مشكلة ودعامات وحضرتك اللي عملت الكلام ده كله. إمتى تقول للمريض بتاعك الحالة مستقرة يا باشا؟ طبعا هي كلمة الحالة مستقرة يعني قعد مثلا 6 أشهر كل ما نعمل له موجات أو نعمل له رسم قلب أو حاجة نلاقيها العملية ثابتة، الضغط بتاعه ثابت، كل حاجة ثابتة. بس مش معنى ذلك إن أنا هوقف الدواء. الدواء ده مفيش، لأن في أدوية بتتاخد مدى الحياة، بس في رمضان يفطر. طبعا ففي أدوية بتتاخد عشان نخلي الحالة مستقرة بهذا الوضع، مع ملاحظة ان هو بيتبع كل التعليمات اللي احنا بنقولها. طب حضرتك قلت لي الحاله مستقره وانا فرحت قوي، وقلت لي يا دكتور انت كده الحاله مستقره، انا بقى كده هصوم ومش هسمع كلامك خالص، هعمل شقاوه وهفطر، هصوم اسف. لازم يفطر، لازم يفطر. لا، هو طبعا ده اللي حصل، انه للاسف الشديد بيقعدوا 2 3 4 زي ما انا قلت قبل كده، والريزيرف اللي عندهم المخزون بتاعهم بيقل جدا. وطبعا انا ما اقدرش الادويه طبعا، ازاي؟ في ادويه مهمه جدا لازم تتاخد الصبح، طبعا. وفي ادويه لازم تتاخد، والسوائل كمان يعني لا يعني صعب جدا للناس اللي هم عندهم عاملين عمليه زي ما انا قلت قبل كده، دي حاجات خطيره جدا مش عايزين نلجاها. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا الطريق، وطبعا اللي مريض والكذا او المسافر، فدي حاجات يعني ليها حلول يعني. تمام دكتور عبد الله، انت منور، اسعدتني جدا، وانا الحقيقه يعني مش عايز اخلص حوار معاك، لان الحقيقه انا شخصيا بستفيد قوي، وبعدين كمان قبل الهوا انا بقعد اذاكر بقى، انا حاسس ان قريب ابقى دكتور يعني. طبعا مع احترامي وتقديري الكامل لحضرتك، طبعا انا بتقدم بالشكر الجزيل طبعا لحضرتك. بس احنا عايزين برضو ننوه ان يعني انا كنا عايزين نعمل حلقه بقى، لان الناس طلبت مني كتير قوي ان هم حلقه يتداخلوا فيها يعني يسالوا واحنا طبعا نجاوب عليهم، فاحنا هنخلي حلقه كامله لبعض الاسئله اللي ساعات انا يمكن بنسى اقولها، انما عشان اذا كان في حد عايز يستفسر عن حاجه يعني. تمام. انا طبعا على لسان استاذنا الدكتور عبد الله مصطفى بقول هذا الكلام للمشاهدين. ان شاء الله ممكن تبقى حلقه قادمه او اللي بعدها، من خلال حلقه قادمه هنفتح باب المداخلات والاتصالات، اللي عنده اي استفسار، عنده اي شكوى، هيبقى استاذنا الدكتور عبد الله مصطفى كمال استاذ امراض القلب والعياده الدمويه موجود معانا، وهيجاوب على كل اسئلتكم. بس طبعا اجاباته مش هتبقى اكنه بيكشف، يعني احنا هنقول ايه، اعمل كذا 1 2 3 علشان تروح له العياده او تكشف وتاخد هذه الخطوه نحو العلاج. دكتور عبد الله بشكرك. ربنا يخليك، متشكر جدا، شرفتنا النهارده. ربنا يخليك. مشاهدينا، كنا بنتكلم النهارده مع استاذ دكتور عبد الله مصطفى كمال استاذ امراض القلب والعياده الدمويه عن امراض القلب وعن ازاي تاخد العلاج، وما تتنصحش بقى وتروح هذا العلاج كل مره واحده، وده خطر جدا. مشاهدينا، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.